أرض تموت. الموت صح. لماذا؟ لأنك الله يخوفنا لما الناس يطلب منهم الخروج لسبيل الله. ماذا يقولون؟ يقول لولا أخرتنا إلى أجل قريب. يا أهل التسبيح أخرونا إلى أجل قريب. قل متاع الدنيا قليل أينما تكونوا يدرككم الموت. صحيح؟ يعني ما عندنا، لو عندنا يقين أن هذا الخروج لسبيل الله الله يحل به مشاكله، والله يقينا الصحابة خرجوا إلى بدر ما عندهم استعداد، كارهين، خرجوا كارهين. لماذا بدر أفضل؟ أفضل خروج بدر لأن خرجوا كارهين. وإن فريقا من المؤمنين لما تخرج راغب هذا فيه أجر، لكن لما تخرج كاره نفسك لا تحب، نفسك لا تحب. وإن فريقا من المؤمنين لكاره، خروج كاره. الله جعل أهل بدر هم أفضل الناس، الله جعل أهل بدر أفضل الناس، والله غفر لأهل بدر وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. خرجوا كارهين يجادلونك في الحرب، تودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. لأن ما معنى بدر؟ ما كان عندهم استعداد لبدر. جاءوا ليسوا مستعدين، كانوا مستعدين للعير. جاء ليس مستعد للخروج، مستعد للبيان. غير ذات الشوكة، غير ذات الشوكة البيان، غير ذات الشوكة العير، غير ذات الشوكة البيان. ذات الشوكة البيان، ذات الشوكة البيان تحبه النفس، لكن الشوكة من المستعد. هذا شوكة صحيح. الناس لا تحب، إيمان التسكين لا تحب، لأن التسكين فيه الحركة، فيه العمل، والعمل ثقيل على النفس. أما البيان الناس تحبه. فالصحابة لما خرجوا كارهين، وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك بالحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت. كارهين يساقون إلى الموت يجادلونك، خرجوا بالكره. الله نصرهم بقدرته. ما في غزوة غير بدر الله تولى نصرتهم مباشرة مثل بدر. فالذي يخرج في سبيل الله نفسه كارهة، ما كان مبرمج لهذا الخروج. الزوجة مريضة، الأولاد مرضى، الشغل عندهم مشاكل، عليه ديون. والله الذي لا إله إلا هو الله ينصره كما نصر أهل بدر. يقينا يقينا يرى هذا في الخروج وبعد الخروج. الله ينصره. بس تخرج ونفسك كاره. أما تخرج بعد الترتيب هذا مستحب. خروج الصحابة كارهين يجادلونك، يجادلون الرسول صلى الله عليه وسلم، كارهين يجادلونك، كيف أخرج؟ ما عندي نفقة، ما عندي. كارهين خرجوا في سبيل الله، هم كارهين، الله نصرهم. يمددكم ربكم بألف من الملائكة مردفين، يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. جاء النصر، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. رزقكم، جاء النصر، جاء المدد، جاء الرزق، جاء 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 الرزق. احنا نقول ان الخروج ليس سبب بدر. كم واحد خرج ما عنده شغل ثم رجع ما عنده شغل؟ صحيح؟ 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 فيا احباب الكرام، من مستعد يخرج ونفسه كارهة؟ نفسه بس ينظر نفسه كارهة. تريد نصرة الله، فقد ترى نصرة الله. تريد الذي لم يسجل، الذي لم يسجل سابقا 4 شهور ولا 40 يوم، يريد يرى نصرة الله، يرى بعينه. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، آية ترونهم. الذي يريد يرى نصرة الله بعينه يخرج في سبيل الله ونفسه كارهة، ما عنده استعداد. من مستعد؟ من الله أكبر. من الذي لم يسجل؟ يرى بعينه. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله، أنت نصرت الله بضعفك، نصرت الله بفقرك، نصرت دين الله بعجزك. الله
نصرت الله بحدك، الله ينصرك من دون حدود. من مستعد؟ قوموا 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 لله، قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قوموا، هذا نصبر، هذا اللي يقول نصبر. فقد نسوا كان كل واحد الآن يخاطب نفسه، بن رواحة كان يخاطب نفسه، قال يا نفس، يا نفس لتنزلن، يا نفس لتنزلن أو لتكرهن، يا نفس ما لي أراك تكرهين الجنة. ما رأيكم؟ أيكم يقول لنفسي يا نفس لتخرجن أو لتخرجن؟ من يقول هذا؟